مسؤوليتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف والتعاون التام مع الجهات المختصة لحفظ أمن الوطن واستقراره. وإنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر وأخواني وأبناء المواطنين جميعاً تدركون بأن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف موارد الوطنية.